لا 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 هاي شنو مريم ونتراسي مو حلو رسم مو حلو شايف رسم مو حلو مو حلو رسم الأخ الشرير مو حلو هاد كل شيء مو حلو مو حلو شنو هاي شعرايتي شنو هاي شوفي اي والله فتانه فتانه ها عيني ما تقول لي ايش فيك هو مين اللي راح يظلموني استغفري استغفري يا اخي يا اخي لا عيني ليش تضربين ابويا ما يصير هاي اختك لازم تداريها تحبها يما هي عربت غرفتها شوفي مش مزويه لا والله يعني انت بس تصدقين بها ما تصدقين بها يلا بيا دي يلا حبيبي يا ماما يا ولدي عيني عوفي هذا اخوك الكبير ما يخالف عوفي شي يريد يسوي خليه يسوي بس عوفي ما ماما انا لسه لازم ارتب غرفتي ما يخالف يما رتبيها مو ما بيها حيل هو صاير مشكلتي بس عوفي الله يخليك تمام الخامة تستظلمي يعني يجي ابوه اعرف شلون اتصرف لمي يلا يما لمي خوف منك يا مصطفى والله تعبتني الاخ الحنون مريم شلونك ممكن نلعب سوية؟ اي تعال تفضل انا احب ردت واحد يلعب ويا تعال تعال هذا الدفتر الي وهذا الدفتر الي اخوك ما عنده احد غيرك كلش احب العب وياك اقول لك مصطفى وانا هم انا كلش احب العب وياك احسك انت سندي وتحميني من كل شيء يلا تعال خلينا نلون الرسمه ونشوف الماما اي خلي نسويها هم انا التحدي نشوف من اللي يرسم يلا تعال خلينا نرسم لح اختار اللون الورد ها عيني ها شنو ماما ماما ما سويت هاي بس ما انا سويت هاي انا سويت ذوق عفيه حبيبي عفيه بيدي حب اختك لان هي هاي اختك لازم تداريها عفيه حبيبي اريدكم دائما هيك واحد يحب الثاني يلا احب واحد الثاني عفيه يلا روحوا ارسموا يلا تعالي نرسم بعد يلا عفيه يا رب يحفظكم واشوفكم بعد المراتب يا الهي الاخ الشرير شوية عجبني قصة لا لا شعري وبس كافي كافي انت لا لا طويل طويل لا طويل طويل يحتاج شوية قصة همين صاحت امي انا علمك ماما ماما تعال شوفي اخويا دايقبض ها همين قبت عركي عياني شلون وياكم صاير ما تقولي لي صاير ماما ماما اقول لك اخويا هذا هبطني هبطني يهز بالشرباية يهز بالشرباية هاي عبالي زلزال يقولي يا زلزال اما ماكو زلازل اتصلي فيك مسوي باختك حتخبلها يما غير الشقة وياها ماما ماما ما اقول لك شغلة شال المقفبي وراد يقص شعري تبيني الزلازل قصة خلاص لا قصة قصة قلت له لا شعري وبس كافي انت شنو من يما والله تعبتني الله يخليك كافي اي ردي تقصي شعرها لين طويل شوية يا معود كافي مشاكل وكيما الوالدة ينكسر يصير جهل يا ولد بس يبعد ابوك يبعد حخابه الاخ الحنون طيب ليش فاتحين الضوء على مريم خلنا نغطيها عوفي هلا ديري لها ما تعرفي صوتك مريم نايمه
دي يلا عيني ابني يجي بعدين اخابرك. مع السلامه. شكو يما كنا نشوفون يا خابر تيجي لو انت لو يما مريم نايمه ما قدرت اقعد. يلا عوفها يما مو هاين جتي من المدرسه خطيه تعبانه شو تريد من عندها؟ يضايق يما شو اسوي؟ اي والله يما هاي اختك لازم تدير بالك عليها خطيه لان هي هاي هي اختك الوحيده ما يخالف يما هسه من تلعب من تقعد اقعدوا العبوا وتونس انت وياها واطلعوا واشتروا زين يما الله يحفظكم. خليني اكمل مكالمتي. روح شوفوا العاب شوف شو تسوي. يلا حبيبي لا تضوج عين الاخ الشرير. اخويا ممكن تشتري لي حلويات شويه من الجوانب؟ حلويات تمام. يلا روحي اخذي من الكنتور. روحي اخذي لي طماطايه خياره. يلا والفلوس بعد ما تطيهن يما. شوفي مريم باقت فلوسي. ماني والله ما اخذت فلوسي. يما مريم باقت فلوسي خلي ترجع لي اياها. اوه كمل هاي الشغله بايدي وانا اجي اربيكم اليوم. وعليك تحكي وياي يا لطافه انت اخويا الوحيد. ترجع تاخذ فلوسي وتروح تجيب لي من الجوانه عندهم حلويات شيبالون. يلا تعال يلا من هنا يلا 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 عندهم حلويات. قالت لي روح خذي الفلوس اللي صابت عليها تدور حلويات محلي الاخ الحنون. اخويا ممكن تشتري من هذا الجو لان انا كلش جوعانه وجيب لي اندوم وحلويات ومساتل وموطه. خذ منك فلوس. عيب مريم احنا فون هسه راح اشتري لك بحسابي. تمام جيب لي وياك اندوم. تعالوا الله يسعدك يا اخويا احلى اخو بالدنيا. ماما تعال شوف اخويا جاب لي يا وين خطية وين افتحي لي الباب؟ حبيبي عاشت ايدك مشتريها. اي والله خبصتني تدور حلويات. اشتريت العين كلها تلف حلويات. عاشت ايدك عاشت. يلا طبي انت واخوتي الشاكو. يما شلون اخوتي يحب لي شو كل شيء جاي؟ يا احلى اكو بالدنيا. يا رب يا الله يرزقك ويعطيك الصحة والعافية ويرزقك رزق الوفية. حبيبتي عاشت ايدكم. يلا اكلوا جيبي خليني اسوي لكم هذا الاندومي. الاخ الشرير. راسي. ماما تقدرين تدرسيني امتحاناتي باكر عندي درس. الله يخليك يما شو ادرس بيك؟ ما تشوفيني انا مريضة اريد بس يجي ابوك اروح للمستشفى. روحي على اخوك خليه يدرسك. يا ماما عرفتي كل الدنيا مو اخويا مو زين اضربي هسه قاعد على التلفون وشو قلت له؟ ما يخالف امي اخوك مرات يصير عصبي بس هو طيب. قولي له عيني درسني لان امي مريضة. قولي له امي دزتني عليك. يلا تمام. يلا حبيبتي روحي. الله يستر منك. يا ويل شو البارحة ليش ما جيت على البوبجي؟ خليت نلعب لوحدي بالبوبجي ما حد شاف داخل على اللعبة. ايه هسه شو خبرك جوني باي ولك شو تريدي سجلت الفون من وراك شو تريدي؟ اقول لك تتعال درسني امي مريضة وابويا بالشغل ما اقدر لازم اليوم. ولك يا دراسة عندنا احنا عندنا بنية تدرس جيبي الدفتر. هات باي ما عندنا بنية تدرس. هات باي ما عندنا بنية تدرس. يا هات ما عندنا بنية تدرس. لعوب الدراسة. روحي يلا ليش روحي العبي بالايباد. يلا يلا شنو من اخو خربت الدفتر مال الامتحانات؟ شنو من اخ يعني خربت الدفتر مال الامتحانات؟ شلون بعد ادرس اوف منك. يلا تعال العب بابجي. يلا تعال يلا اطلع ادخل على اللعبة. منك انت شنو من اخ؟ الاخ الحنون. ماما شويوني. يما ما تشوفين مريضان الصاير بيا. روحي على اخوك هو يدرسك. الله يخليك. يعني هو يعرف يدرس؟ اكيد يما يعرف يدرس. قولي لامي تقول درس اختك لان انا كلش مريضه. يلا يما روحي لاخوك. روحي تمام تمام. يا رب راسي. محمود شلونك؟ الو اخويا من رخصتك بس خليني اشوف اهلي شوي واجي. اقول لك اخويا ممكن تدرسني لانه اليوم انا عندي واجبات وامي اليوم هي مريضه. انا ادرسك. يلا ليش تروحي لامي؟ تعرفي يا مريضه. يلا تعالي ادرسك. اي يلا انت اخويا. مريم بعد لا تروحي لامي لان امي مريضه. يلا هسه 1+1 ايش كان؟ 2. عافيه مريم اختي شاطره شاطره. مريم يلا هسه 2+1 3. ايه عافيه مريم شاطره عافيه. هسه 3+1 3+1 4. عافية مريم 4+1 4+1 5.
راسه مريم لا تنسين. انت فخور بي واني هفخر بك، فمعناها اني اليوم باكر راح افوز بالامتحان وراح اطلع الاولى على الصف وافرز، وما طول انت علمتني هاي الشغلات ومالت الدراسه، معناها اني باكر فايزه. عافيه مريم عافيه. الاخ الشرير. ايه يلا اهجم 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 اهجم. اه ولي شو تريدين؟ اقول لك ممكن تلعبوا وياي شوي ولا كلش نلعب. يلا يلا يا ولي شنو اختينا بلعب. هلا كمل. ممكن تلعبوا وياي شوي خلي كمل، عجبتني اللعبه. وليت يا لعب تعاي. دروحي يلا اهجم اهجم. ماما اقول لك انا تعاركت ويا اخو، قلت ممكن تلعبوا وياي بكافش بكافش، قلت ممكن تلعبوا وياي اخر شيء تلعبوا وياي. انا سويت قهوه اريد اشرب قهوه واروق، بعدني ما شربت فنجان القهوه بلشتي انت ومشاكلك. روحي ابوك خلي ابوك يحل مشاكل انت واخوك، روحي فارقيني يلا. اوف مني. روحي مشاكل دمرتوني كافي. مريم بصوتك حبيبتي روح طب بغرفتك العبي كافي، مشاكلك تعبتني مشاكلك. يعني ما تلعب وياني؟ ما علي يعني. يلا بابا يلا. وكل العائله ما تحبني وكل العائله ما تلعب وياي، حتى اخويا ما يلعب وياي. روح اوف. الاخ الحنون. وين مريم؟ اه حبيبي والله ضايجه ما ادري ايش بيها، قالت راح اروح اقعد بغرفتي ما ادري ايش بيها ضايجه، روح شوف. تمام ما اسال ما ادري ايش بيها بس ضايجه خلي نشوفك اخوك. ما مريم ايش بيك؟ اخويا اني ضايجه ماكو احد يلعب ويا، يعني ابويا دا يشتغل وانت دا تلعب ببجي وامي دا تشتغل. عفت الببجي تعالي خلينا نلعب. يلا خلينا نلعب خديها. يلا انت روح خلي مالي يسوي. يلا رن. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. حلال حلال. خلنا نروح لوينك. صوتك مريم نايمه. يلا عيني بعدين اخابرش. مع السلامه. يما ايش فيك وما تشوفني دخابرش؟ اي مريم نايمه ما قدرت اقعد ضايج. يما ايش اسوي؟ اي والله يما الله يسامحك. ها حبيبتي مريم نايمه. هاي مريم نايمه واخوها اجى يقولهم امي قاعده. ماكو يعني ما يا جماعه الاخوه التالف الاسري. خلف الكواليس تعاركوا. اي شنو من اعيدوها عيدوها يلا روحوا.